اليوتيوب والفيسبوك التويتر والتيك توك كلهم بعنوان واحد: المغرب يهزم الجزائر، المغرب يفوز عن الجزائر، والمغرب يقهر الجزائر. بالله عليكم، عن أي فوز تتحدثون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاركونا بآرائكم ولا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة كي نستمر في المزيد. إن كنتم تظنون أن فوزكم بتنظيم كأس إفريقيا فوزا على الجزائر فأنتم تتوهمون، لأن الجزائر انسحبت من تنظيم هذه الدورة مسبقا، والأسباب معروفة للعام والخاص ولا داعي لذكرها. أو لأنكم ستنظمون مباريات من كأس العالم رفقة 5 دول، أقول مباريات حتى لا أقول أنكم ستنظمون كأس العالم، وقد أخطئ وأقارنكم بكل من قطر وجنوب إفريقيا اللتان نظمتا كأس العالم بامتياز. على الأكثر ستحظون ببرمجة عدة مقابلات وفي ملعب واحد، بينما أغلبية المباريات ستذهب إلى إسبانيا والبرتغال. والمضحك أنكم ستنظمون كأس عالم بدون مقابلة الافتتاح ولا النهائي ولا حتى النصف نهائي. ألا تخجلون عن قولكم المغرب تحظى بتنظيم كأس العالم؟ وغالبا ستفرحون عندما يرفرف عالم المثليين في مملكتكم الغير الشريف. صدقوني والله، أنا شخصيا أعتبر هذه النسخة من كأس العالم كأس ما بين الأحياء، ولا أرى أي متعة فيها. يا المراركة، هل وصلت بكم الوقاحة إلى أن تشتموا شعبا بأكمله من أجل تنظيم لا يسمن ولا يغني من جوع؟ لا، بل بالعكس، سيزيد من معاناة الشعب المغربي البسيط الذي لا يكترث لهذه التفاهات والغارق في المعاناة والفقر. جميل جدا أن تنافس ثقافيا وعسكريا ودينيا وحتى رياضيا، لكن ليس من حق أي كان أن يصف شعبا بأكمله بأبشع الصفات وعلنا عبر منصات التواصل الاجتماعي. صدقوني أني شاهدت فيديو لمغربي يرمي العظام لكلب ويصفه بأنه الشعب الجزائري. هل هذا الكائن الغريب يعتبر نوع من أنواع البشر؟ والأدهى والأمر أن المغاربة يضحكون ويعبرون عن آرائهم في التعليقات. يا صاحب الفيديو، بدل ما تشغل روحك بالجزائر وكرة القدم، روح استرجع أرضك من إسبانيا، فنحن الجزائريون نعترف بأن مدينة سبتة ومليلية تابعتين للمغرب، لكننا نعترف أيضا كذا وكذلك بأن الصحراء الغربية محتلة من طرف النظام المغربي، وهذا دليل أن الجزائر يساند الشعوب المظلومة حتى وإن كانت المغرب. وهنا سأرفع القبعة لك يا من تشتم الجزائر والجزائريين، تحرر من العبودية ولا تركع لغير الله ولا تتخذ اليهود أولياءكم، حينها سأكون أول من يرفع لكم القبعة. يا من تشتم الجزائر والجزائريين وتصفهم بالجماجم، نحن نفتخر بتلك الجماجم، لأن كل جمجمة ستكتب منها صفحات من التاريخ، وقد نتذكر عبرها خياناتكم أو خيانات نظامكم للثورة الجزائرية المجيدة. أو هل كل هذا من أجل تنظيم مباريات في كرة القدم؟ ألا تعلم أنه مهما فعلت فلن ترضى عنك اليهود؟ الله يحشرك معهم. للعلم أن الجزائر لم تترشح لتنظيم كأس العالم وأنها انسحبت من تنظيم كأس إفريقيا، فلماذا تظنون أنكم فزتم على الجزائر؟ وفي الأخير، لا تبخلوا علينا بردودكم حول هذا الموضوع، وإلى اللقاء في فيديو آخر مع موضوع آخر إن شاء الله. سلام.